أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصف شعبان المعظم کی دعا. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب كتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقترار واقتتار واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق وفي كتابك المنزل منزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.